تصبح الفل على التونسي الكل. دربي العاصمة تصدر أهم عناوين الجرائد التونسية، عودة لديفورماسيون بروبابل، سونداج اللي عملوا فوت بلوس. أهم ما قريت لكم في ألايون متاع اليوم نهار الجمعة 14 ديسمبر 2012. نبدأ بالكوتيديان اللي تعانوا وتقول لا غير دي نبيل، يعني ما بين نبيل معلول ونبيل الكوكي، وتقول اللي الكوكي هز الفريق السوسة وبعده على العاصمة لتحضير الدربي، ونبيل معلول اللي خير يعمل تو لي زونترينمون ويكلو باش كل واحد يخبي وراقه ما يخرجها كان نهار السبت في رادس. لابريس تقول مثلوثي قزداوي ان فوتوي بور دو، ويقول لك اللي القزداوي ما ماركيش مي عنده فوليوم دو جو انتريسونت، وينجم يقدم زاد الاضافه في الدربي، والكوكي زاد ينجم يعمل مفاجاه ويقحم المثلوثي اللي خرج ورقه حمراء في الجوله الاولى كونتر سي ا بي. لوطون ترجع للفكتيف نتاع ليسبيرونس وتعانوا نقول يوسف المساكني ان جانك دو لا بارتي، يعني نجموا نراوهم لي دو تيتولير. اما الاعلان في لايون نتاعها تكتب وتقول غدا بملعب راتس درب العذاب سيحكم على احد النبيلين بالانسحاب. الحقائق تعنون امام الترجي النادي الافريقي في امتحان حقيقي، فولي الكلوب كان حضر الفريق نتاعو من عام ناول وكان عز صفوفه باسامي كبيره، وفولي الخبره اللي اكتسبها الترجي من الشامبيونز ليج والنتائج الممتازه اللي كان عملها في السنوات الاخيره. صحافه تقول اخر قرار معلول يغيب عن الدربي، خاطر بعد الاستئناف اللي قام به الترجي في خصوص العقوبه لجنه الاستئناف تثبت عقوبه معلول، وتولي هذا الدربي الثاني على التوالي معلول يتغيب ويتفرج في الماتش كيما الجمهور من المدارج. نتعدي تولي دو فورماسيون بروبابل اللي نجموا يكونوا كالاتي. بعد لي دو فورماسيون بروبابل نتعداو لي سونداج اللي عملوا السيت نتاعنا لي زانترنوت هنا فوتيو شكون باش يربح، ولاحظوا اللي فما تفوق ضئيل للترجي الرياضي التونسي بنسبه 51%، النادي الافريقي بنسبه 46%، وماتش نول بنسبه 3%. انفان نقول لكم ان شاء الله مشاهده طيبه غدوه للدربي نتاع العاصمه مع منصاتين في ملعب رادس، ونزيد نذكركم اللي فما صور مباشره وفما ديزانترفيو اكسكلوزيف بعد الماتش نجموا تلقاوهم على السيت نتاعكم وتنجموا تلقاوها على الباج فان فوت بلس بوينت ان. انا بقالي كان نقول لكم اللي موعدنا ان شاء الله نهار 3 الجاي، ونقول لكم وكيما قال باشا فوت بلس تحييكم نرفم خاخكم وسرحوا ساقيكم.